التي تنظم هذه السباقات بشكل راقي وشكل كذلك أيضا ملفت للعيان. وأيضا نرحب بكل من أتى وتعنى وحضر إلى أرضية ميدان الشحانية للمشاركة في هذه السباقة الصيفية التي خدمت حقيقة أبناء هذا البلد وأبناء هذه الشريحة الكبيرة. بسم الله وعلى بركة الله تتم هذه الانطلاقة الكبيرة، تتم هذه الانطلاقة التي نشاهدها على شاشة قناة الريان الفضائية لأول أشواط المفاريد البكار في هذا السباق التمهيدي السادس للمفاريد. بسم الله نتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط وعلى المراكز الخمسة الأولى. البداية مع نجود عبد الله بن مسلم بن عبد الله النابت المري، المركز الثاني هنا التواجد والقدوم هنا من قبل القمرية أحمد بن علي بن راشد السبيعي. ننتقل للمركز الثالث، التواجد هنا من مبعده عبد الرحمن بن عبد الله بن علي الفهيدة المري. المركز الرابع الوصول من نجود محمد بن حمد بن جابر البريدي. ننتقل للمركز الخامس، فرس تحتل المركز الخامس بخيت بن حمد بن بخيت آل بريد. هذه النتيجة مشاهدين الكرام. نعود إلى مقدمة هذا الشوط بعد إتمام النداء الأول إلى الصدارة والمقدمة. مبعدة مع المركز الأول عبد الرحمن بن عبد الله الفهيدي المري هنا مع المركز الأول، بينما الوصول هنا من نجود عبد الله بن مسلم بن عبد الله النابت مع نجود هنا تغير مجريات هذا الشوط. المركز الثالث هنا نجود أيضا محمد بن حمد بن جابر البريد المري. وعلى المركز الرابع يا سلام، شوف المركز الرابع فرس بخيت بن حمد بن بخيت البريد هنا على المركز الرابع. المركز الخامس لم تتضح لنا رؤيتها، ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى شعار بن جوير مع المركز الأول، ولكن من الجانب مع مبعدة. شوف المركز الثالث، أخسر صدنا يا مخرجنا المركز الثالث اللي وصلت هذه هو مدمرة على المركز الثالث، ولكن حسمتها مبعدة. سلام عبد الرحمن بن عبد الله الفهيدي على هذا الناموس المستحق. المركز الثاني وصلت فيه مدمرة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة، أما المركز الثالث فوصلت فيه فرس بخيت بن حمد بن بخيت بن مدحوس آل بريد، أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع نجود لعبد الله بن مسلم بن عبد الله النابت. المركز الخامس بناخذها بإذن الله مع مخرج هذا النقل في الحركة البطيئة مع التوقيت الزمني. إذا مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، هذه هي نتيجة هذا الشوط، وهذه هي لحظة وصول مبعدة إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في زمن وقدر دقيقتين 8 ثواني 80 جزءا من الثانية. هذه مبعدة، تهانينا والناموس لمالكها عبد الرحمن بن عبد الله بن علي الفهيدي على هذا الناموس المستحق. من المركز الثاني هذه من وصلت على المركز الثاني مدمرة، قطعت المسافة في دقيقتين. نبي توقيت المركز الثاني مخرجنا. المركز الثاني، نعم، هذه مدمرة قطعت المسافة في دقيقتين 9 ثواني 46 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مدمرة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. أما المركز الثالث هذه فرس تصل إلى خط النهاية، قطعت المسافة في دقيقتين 9 ثواني 90 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لبخيت بن حمد بن بخيت بن مدحوس آل بريد. تهانينا والناموس. أما المركز الخامس اتضحت لنا رؤيتها، شكرا.